مشهد شهدته الساعات الماضية حمل كمية كذب وتدليس تاريخية بكل ما تحمله كلمة تاريخية. كمية كلام نشراه اللجان الإلكترونية والصحف المصرية على لساننا لم نتقول به ولم نذكره ولو بحرف. كمية فبركة لفيديوهات لم تحدث ولكننا نراها. أكبر دليل على نقاء الثوب بفضل الله عز وجل. هعرض لكم دلوقتي في البداية قصص وهمية وقضايا ومشهد من السعار الرهيب. السعار الرهيب اللي يحاول يستغل مرحلة الفوران العاطفي الشعبي، فاهميني؟ طبعا الموضوع وصل لبيان من الداخلية بتذيعه كل القنوات والصحف المصرية. بيقولوا فيه اننا بندي للناس 3000 دولار للفيديو لفبركة الفيديوهات، رصد مخطط إخواني لإنتاج أفلام ومواد مصورة لإثارة الفوضى بتخطيط من معتز مطر والقرضاوي، وزارة الداخلية رصد مخطط إخواني وضبط شركة تيم ون برودكشن بالمعادي اللي بيعمل الفيديوهات بيعمل لها شركة ومدير الاستديو، وضبط مسؤول إنتاج أفلام ومواد فيلمية لإنتاج أعمال مصورة ضد الدولة. وأكدت الوزارة تم تحديد العناصر الإخوانية قائمة على وضع هذا المخطط، أبرزهم الإخوان الهارب عبد الرحمن يوسف القرضاوي، معتز مطر، ومحمد ناصر، وعبد الله القادوم. وأشارت إلى إصدار قيادات التنظيم، إحنا يعني قيادات التنظيم اللي هو إحنا الهاربة بالخارج، تكليفا لعدد من العناصر الإخوانية والمتعاونين معهم في البلاد بالعمل على تنفيذ مخططهم الذي يستهدف المساس بأمن الوطن والنيل من استقراره من خلال إنتاج وإعداد تقارير وبرامج إعلامية مفبركة مقابل مبالغ مالية ضخمة تتضمن الإسقاط على الأوضاع الداخلية بالبلاد للبلاد والترويج للشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة لبثها بقنوات بقناة الجزيرة أنا يعني بعمل عشان أبث قناة الجزيرة، ومحمد ناصر بيعمل عشان يبث قناة الجزيرة، وعبد الرحمن يوسف بيعمل عشان يبث لعلاقتنا بقناة الجزيرة يعني يلا. تنفيذا لتوجهات التنظيم الإرهابي، 3000 دولار للفيديو، قال لك 3000 دولار للفيديو، مبلغ هائل الحقيقة للفيديو. وكان أبسط حاجة وانت بتعلن عن هذا التنظيم الإرهابي تجيب الفيديوهات المفبركة زي ما أعمل لكم بعد شوية، أرجوك ما تخليش الجزء ده يفوتك رجاء. كان أبسط حاجة تجيب الفيديوهات المفبركة وتجيب الفيديوهات الحقيقية، تجيب الفيديوهات البائسة وتجيب الفيديوهات الحقيقية ببساطة يعني وتخلص الحكاية. وجاب لك ناس أول مرة أشوفهم في حياتي، اشهد الله، ويقول لك دول أعضاء التنظيم الإخواني وهم بريئين براءة الذئب من دم ابن يعقوب، يشهد الله وكفى به حسيبا ووكيلا. وبيقودهم صحفي أخ يعني مصري مسيحي الخلية الإخوانية. أنا اسمي سامح حنين، تواصل معايا عدد من قيادات الإخوان المقيمين في تركيا وقطر وطلبوا مني أنتج فيديوهات لصالح قناة الجزيرة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها مقابل 3000 دولار لكل فيديو. ده قائد الخلية، أول مرة أشوف النحل أشوفه حقيقة في حياتي، ربنا يفك أسره ويفك كربته هو واللي زيه. وجاب لك ناس ملهاش علاقة ببعض، واحد مسيحي والتاني طلع كان عضو في حزب مصر القوية وكان مسؤول عن عامة الجماهير، وقال لك دول أعضاء الخلية. اتكلفت من عبد الرحمن القرضاوي وعبد الله القادوم المقيمين في تركيا ان اصور فيديوهات ضد الدوله المصريه مقابل 3000 دولار للفيديو الواحد، ابرزها كتاب الفيديو يبين انهيار الاقتصاد الدوله المصريه. ايه الموضوع وهدفه ايه؟ سيبك من كل ده وتوقيته، هدفه ربط اي حاجه بسينا وخلاص. دلوقتي مش بقولك استغلال الفوران الشعبي العاطفي الكبير اللي بنقدره ونحترمه أيام احترام، ويربط أي حاجة بسينا وخلاص. جاب لك ناس من سينا تقول هذا الكلام. جالي تكليف من قيادات الإخوان أني أكون مجموعة لجمع المعلومات السياسية والاقتصادية في محافظة شمال سينا علشان يستخدمها إعلامي الإخوان اللي هم شغالين أصلاً في اللجان الإعلامية. مهمتنا إن إحنا نجمع معلومات عن الأوضاع الأمنية في شمال سيناء، والهدف طبعا إن إحنا نرفعها للقيادات في قطر وتركيا علشان نسيء للجيش والشرطة بالمعلومات ديت. طيب ليه ما زعتوش الفيديوهات الحقيقية
اللي بيقولوا ان احنا فبركناها، ولا هو اي حاجة وخلاص؟ طبعا الكل عارف في مصر وخارج مصر الاعترافات بتتاخد ازاي بمنتهى الديمقراطية. دي قصة اتكلمنا فيها كتير، واعتقد هنضيع وقتنا لو رغينا فيها. طيب انا هوريك بالادلة مين اللي بيفبرك، وهذه الفبركة اكبر دليل من الله عز وجل على نصاعة ثوبنا الابيض. ما هو اللي لو في حاجة حقيقية ما كنتش احتاجت تتفبرك، لانهم في نفس الوقت اللي بيقولوا بنقبض فيه على ناس بتفبرك فيديوهات عشان يبعتوها لنا، كانوا بيفبركوا فيديوهات عبر وسائل اعلامهم بتنشر في كل فواصل القنوات وفي كل المواقع في 48 ساعة الاخيرة، استغلالا لايه؟ ورايا يا اولاد للفوران الشعبي الكبير. هوريك جزء من فيديو موجود اكيد خبطت فيه لو بتفتح التلفزيون نص ساعة، روجت له اغلب الصحف والمواقع الحكومية الرسمية والخاصة مجازا يعني اذا جاز لنا القول، والقنوات التابعة بالكامل للنظام المصري. دي اخبار اليوم، الصحيفة الحكومية بتروج للفيديو. هعرض لكم وهعرض لكم حقيقته بالفيديو. اخوان كاذبون يقولون لسنا ارهابيين ثم يهددون باستهداف الضباط واسرهم. صدى البلد بتروج للفيديو. مضيع الارهاب بميت وش يدعون الفضيلة ثم يحرضون على قتل ابطال القوات المسلحة. تاني يا اولاد استغلال الفوران الشعبي، ها استغلال الفوران الشعبي. فالارهابي معتز مطر يظهر علينا من بوقه الاعلامي ليتحدث على انه ليس ارهابي، وانه لم يستخدم كلمة واحدة فيها قتل او دم او ارهاب، ويعود مرة اخرى للتحريض على ابطال القوات المسلحة. على فكرة مش بس البرنامج مع معتز، أنا بزعم بكل تواضع قناة الشرق كلها بفضل الله أتحدث عن نيابة عن الجميع. وسائل الإعلام كلها كلها بتنشر هذا الفيديو اللي لازم لو اتفرجت على مسلسل أو مسلسل أو مسلسل هتشوف الفيديو اللي بيعرضوه. حد يجيب جملة فيها دم أو أكل أو إرهاب. إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، الدعوة صريحة للقتل. هذا الفيديو في كل الصفحات وفي كل الجرائد وفي كل الشاشات، والمخبرين بتوع النظام بيروجوا له في برامجهم ويصبوا اللعنات بسبب هذا الفيديو. كل ما يشوف الإخوان يقولوا شمال اعرف ان الحق في اليمين، يقولوا غرب تعرف ان الحق في الشرق. هما مرة قالوا احنا مش ارهابيين، احنا مش قتلة، احنا مش دعاة حرب، احنا طب احنا في تجميعة تعجبكم قوي. شوفوا الاخوان بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، قول بخلاف فعل نتابع. واحد يصحي الصبح تلاقي نفسك في قائمة ارهاب. اتحدى حد يجيب جملة فيها دم او قتل او ارهاب. اذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، الدعوة صريحة للقتل. كلكم مجرمين بالمناسبة، بتعمل ده والمجرم معتز كلكم مجرمين. قالك اهو، قالك اقتلوهم. على فكرة ما زال التحدي قائما بفضل الله وحده. اتحدى حد يجيب لقطة حقيقية فيها تحريض على قتل او دم او ارهاب او شبهة قتل او ارهاب، ها؟ فنحن اضعف كثيرا من ان نتحمل حرمة الدماء يا فجر. ايه هي الحقيقة؟ الفيديو ده مقطوع من سياقه تماما. كنت في حلقة يوم 25 يناير 2015 بتكلم فيها عن منشط جريدة البوابة نيوز. هذا المنشط الذي كان يحرض صراحة على قتل الناس. كنت في الحلقة دي بتكلم على هذا المنشط يوم 25 يناير 2015. البوابة، البوابة بتاعة المخبر سليل المخبرين، عنوانها الرئيسي بالبنط العريض غدا اللي هو نزل الأسواق، المخربون إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، بلا قانون وبلا أي شيء، الدعوة صريحة للقتل. خلي بالك هو لم يجرؤوا أن تأتي منهم بصورة رسمية، ولكنها جاءت عن طريق المخبرين
في دعوة صريحة سيحاسب عليها كل من أطلقها وكل من دعمها وكل من أسال الدماء وزاد سيلان الدماء في هذه الشوارع المصرية في الأيام المقبلة. لن ننسى البوابة أهو العنوان أهو يا هذا هو الفيديو الحقيقي هتقبضه على الأخبار وصدى البلد. على فكرة لو في وقت ومش في أيام شهر فضيل كنت رديت لك على زميلي هيثم أبو خليل اللي كان معايا في هذه الحلقة ولره وقت له برضو فيديوهات فيها وغيرهم، قلت لك هذه القناة لم يصدر منها جملة واحدة بفضل الله تقترب من حرمة الدم، تقترب من حرمة الدم. هتقبضوا على الأخبار وصدى البلد والأهرام والديهي وأحمد موسى وغيرهم اللي بيفبركوا تلك الفيديوهات، ولا احنا اللي أعراضنا مباحة ودماءنا مباحة وسمعتنا مباحة وتنظيم بقيادة عبد الرحمن يوسف ومعتز ومحمد ناصر وعبد الله القدوم أو إيه يعني مع احترام لي والله مش عارف والله ما هل هتقبضوا على هؤلاء الكاذبين المخادعين اللي فبركوا هذا المقطع؟ شوف الفرق بين الثرى والثريا، الفرق بين الفبركة والحقيقة. احنا مش قاتلة، احنا مش دعاة حرب، احنا طب احنا في تجميعة تعجبكم قوي، شوفوا الاخوان بيقولوا ايه وبيعملوا ايه. واحد يصحى الصبح تلاقي نفسك في قائمة ارهاب، اتحدى حد يجيب جملة فيها دم او قتل او ارهاب. اذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، الدعوة صريحة للقتل. كلكم مجرمين بالمناسبة، بتعمل ده والمجرم معتز كلكم مجرمين. قالك اهو، قالك اقتلوهم. البوابة بتاعة المخبر سليل المخبرين عنوانها الرئيسي بالبنط العريض غدا اللي هو نزل الأسواق، المخربون إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، إذا رأيتموهم في الشوارع فاقتلوهم، بلا قانون وبلا أي شيء، الدعوة صريحة للقتل، الدعوة صريحة للقتل. خلي بالك هو لم يجرؤوا أن تأتي منهم بصورة رسمية ولكنها جاءت عن طريق المخبرين في دعوة صريحة سيحاسب عليها كل من أطلقها وكل من دعمها وكل من أسال الدماء وزاد سيلان الدماء في هذه الشوارع المصرية في الأيام المقبلة. لن ننسى البوابة أهو. يشهد الله أننا ندافع عن دماء الجميع، مش دماء المئة مليون، دماء الأمة. لا يذهب من خاطرنا إطلاقا قول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا عليهم فيها أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم، هذه الأرض لا تشرب الدماء. ندافع عن دماء الجميع من نختلف معهم قبل من نؤيد، ندافع عن دم وحرية من ينتقدنا ويصدق عنا الأكاذيب بل ومن يشتمنا قبل اللي عارفين جيدا ان احنا بنقول الحقيقة. الدماء بالأمس واليوم وغدا وإلى ان تقبض أرواحنا أغلى شيء، أغلى شيء حرمة الدم، دماء برياء أيا كانت هي أعز حاجة هندفع عنها، كانت وستظل غالية. وإحنا بنعرض الحقيقة هتحاسبوا المحرضين الحقيقيين الحقيقة على رؤوس الأشهاد هي. ويمكن وأنا بقولها لحضرتك بيتعاد هذا الفيديو وهوريك فيديوهات تانية مئات المرات كل يوم على كل الشاشات. هل هتحاسبوا الناس اللي فبركوا الفيديوهات؟ هتحاسبوا من أحمد موسى والديهي والصحف وكل هؤلاء؟ مش تجيب جملة هات نص دقيقة 30 ثانية دقيقة جملة واضحة، لكنك طالما ظل الثوب أبيضا بفضل الله هتظل تدلس وتفبرك، لكن يظل الاتهام بالفبركة والتدليس لأنك لا تمتلك حقيقة. ده لسه وإحنا داخلين على الهوى، والله
بيفبركوا مقطع جديد، تعال نشوفه. قيامة عثمان اللي بعد قيامة أرطغرل الشهيد بإذن ربه هشام عشماوي، قيامة عثمان اللي بعد قيامة أرطغرل الشهيد بإذن ربه هشام عشماوي. الشهيد بإذن ربه هشام عشماوي عرضها من غير فيديو، الفيديو موجود كامل عند حضراتكم، من غير فيديو، صورة، جمع جملتين، في جملتين الشهيد بإذن ربه وهشام عشماوي. طب ما تجيب الفيديو اللي أنا اتكلمت فيه عن الشهيد هشام عشماوي، ها؟ ما تجيب الفيديو، في جملتين، جملة هشام عشماوي وجملة الشهيد بإذن ربه، لا صوت ولا صورة، لأنهم بكل بساطة فبركوا الموضوع. ليه؟ شاطرين يا أولاد، استغلالا لحالة الفوران الشعبي العاطفية، جابوا جملة بنقول فيها رددناها آلاف المرات الشهيد بإذن ربه مع جملة هشام عشماوي، ها؟ جملة هشام الشهيد بإذن ربه اللي يقدر يجيبها من آلاف الجمل. الشهيد بإذن ربه دكتور محمد مرسي في كل مساجد تركيا. في قضية الشهيد جمال خاشقجي تكرره الآن مع قضية اغتيال الشهيد بإذن ربه عبد الرحيم الحويط النياب برحيل عبد الله محمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد بإذن ربه محمد مرسي، مع محمد مرسي الشهيد بإذن ربه الله يرحمه خديجة، سيدة خديجة خطيبة الشهيد بإذن ربه جمال خاشقجي، وفاة نجل الرئيس الشهيد بإذن ربه محمد مرسي. جملة الشهيد بإذن ربه هي جملة زي كده الله غالب، ليه؟ لأن احنا لا نستطيع أن نحكم لحد بالشهادة مهما بلغ، لأن ربنا بيحاسب بالنيات. فبنزعم أنه الشهيد، ولا نزكى على الله أحدا، أن الشهيد بإذن ربه، نرددها كثيرا جدا جدا جدا. نرددها كثيرا جدا جدا جدا. قالت له حتى أنت يا رسول الله حل حتى أنا، ما حدش هيدخل الجنة إلا برحمة ربه. هو اللي هيحكم ده شهيد ولا ده مش شهيد، احنا لينا الظواهر، فالظواهر تؤكد ان جمال خاشقجي شهيد باذن ربه، فبنقول عليه شهيد باذن ربه. الشواهد تؤكد ان دكتور مرسي شهيد باذن ربه، فبنقول ان هو شهيد باذن ربه. والحويطي الشواهد بتؤكد انه شهيد باذن ربه، فبنقول عليه شهيد، وهكذا دواليك على عشرات. قص واحده منها ولزقوها في جمله زي هشام عشماوي، ده أنا عملت حلقة على الطيارة اللي كان جاي فيها هشام عشماوي واسمه تردد ألف مرة، لزق الجملتين من غير صورة وعمل فيديو ليه يا أولاد؟ استغلالاً للفوران الشعبي العاطفي. يا راجل تبقى بتهزر، إيه اللي بيحصل؟ قالك هشام عشماوي جاي مصر، هشام عشماوي في ليبيا بقاله 8 شهور، متحدث العسكري مقتل الإرهابي هشام عشماوي وأربعة آخرين وتدمير ثلاث عربيات دفع رباعي بالظهير الصحراوي الغربي. لو عندك جملة حقيقية هتطلع على رؤوس الأشهاد تجيب الفيديو اللي هي فيديوهاتنا في كل حتة على اليوتيوب. بذكر الناس الحلقات الكاملة عشان لو عايزين تدوروا على الديلي موشن بننزلها كل يوم، ها؟ عندنا القناة الرسمية اللي بتذاع عليها البث المباشر دلوقتي اللي عليها 18 ألف بفضل الله، عليها 2.5 مليون، وقناة الشرق عليها 2.5 مليون، ها؟ موجودين على اليوتيوب، وغير الناس الآلاف المقاطع اللي الناس واخدينها مننا موجودة في كل حتة، تقدر تطلع فيديو فيها ان هشام عشماوي شهيد بإذن ربه، أو فيها اقتله أو اذبحه، فيها انت عملت ايه؟ لزقت الجملتين في بعض من غير صوت ولا صورة، أي حاجة، شهيد بإذن ربه مع هشام عشماوي، عشان ما يبانش ان المكانين واللبس مختلف. لزقتهم بهذا الشكل، يا ترى بيتر اللي عملها ولا سامح حنين اللي مسكتوه؟